مؤتمر للصورة الذهنية. أنا عضو في اللجنة المنظمة للمؤتمر. المؤتمر ده بيهدف لإيه؟ لتوصيل صورتنا عند الإعلام. دايماً الإعلام واخد صورة سلبية عن روتري، متصور إن هم دول الناس الأليت اللي بيقعدوا دايماً في الفنادق اللي هم ما بينزلوش للشارع. لا، الصورة دي سلبية جداً عندنا، عشان كده إحنا عاملين المؤتمر النهارده عشان نعرض المشاريع، كم المشاريع الضخمة اللي إحنا بنتناولها في جميع محافظات مصر. ناس تتطوعون للخير، تتطوعون لخدمة المجتمع، مش عايزين ولا شكر ومش عايزين ولا فائدة ولا مرتجع لكم. فأنتوا بتضحوا بأوقاتكم، يمكن بتضحوا بمالكم، بتضحوا بجهودكم في سبيل خدمة المجتمع. أنا كمسؤول عن الإعلام في أكثر من جهة اشتغلت فيها، تواصل مع كله زي بعمل خبر يومي للصحافة، بهتم إن أنا أول الجهة اللي أنا بمثلها يكون لهم تواجد على كل وسائل الإعلام زي الراديو. عندنا كلنا بننزل في المواصلات، كلنا في المرور بالساعات، فكل الناس بتسمع راديو مصر أو بتسمع أي إذاعة بتحبها، فبالتالي لازم يكون لي مسؤول موجود في الراديو يتكلم عن مشروعات الوزارة أو مشروعات الحكومة، لازم يكون لي مسؤول في برامج التوك شو اللي عندنا ملايين بيتابعوا برامج التوك شو، زي برضه ما يكون لي موقع على الفيسبوك للتواصل مع فئة الشباب على وجه الخصوص اللي هي مهتمة جدا بالفيسبوك.
بشكر طبعا عصام الروتري وجمعيتها، وسعيد دايما بالتواجد معاهم لاني مقتنع بالدور اللي بيقوموا بيه سواء في تنميه الكره خاصة في الصعيد، والمشروعات العظيمة اللي بيقدموها في الصرف الصحي، في التعليم، في الصحة وغيرها. وأتمنى أن الأمور دي توصل للناس، أن هذه الأندية ليست فقط في قاعات الفنادق لكنها تكون